هاجم مسلحون مجهولون منزل موظف في هيئة النزاهة بالعاصمة بغداد بالرمانات اليدوية. مصادر أمنية أوضحت أن الهجوم أدى إلى أضرار مادية وحرق عجلة خاصة وأخرى تابعة للهيئة دون إصابات تذكر. وأظهرت مشاهد مصورة لحظة وقوع الهجوم، كما هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث لإطفاء الحريق الذي نشب في المنزل. جهاز واحد.